حبيت نقدم لكم مجموعة من الفيديوهات على التخصصات الجماعية الجامعة. وبداية راح نبدأ بالتخصص تاعي. التخصص تاعي هو تخصص العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. نقرأ سنة ثانية علوم اقتصادية وطلعت السنة الثالثة بنوك، يعني اقتصاد بنكي ونقدي. حبيت نقدم لكم شرح مختصر على هذا التخصص، رغم اني كنت علمي في الجامعة في الثانوية لكن اخترت هذا التخصص. يعتبر هذا التخصص من اشهر التخصصات في الجامعة الجزائرية، وهو متوفر في كل المؤسسات الجامعية والاقبال عليه يكون بدرجة كبيرة، والدراسة فيه تكون بنظام LLMD. تتم دراسة من اجل الحصول على شهادة ليسانس لمدة 3 سنوات، ويعتبر العام الاول للدراسة جذع مشترك يسمى العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ويتم التخصص في السنة الثانية إلى مسار تتمثل في العلوم التجارية ولا علوم التسيير ولا علوم الاقتصادية. وفي بعض المؤسسات الاقتصادية الأخرى أو المؤسسات الجامعية عفوا الأخرى نجد مسار مالية ومحاسبة، وهذا متواجد في جامعة قسنطينة 2. والسنة الثالثة تتعدد التخصصات حسب المؤسسة الجامعية كذلك، من مالية محاسبة تسويق تسيير المؤسسات مالية وبنوك تجارة دولية اقتصاد بنكي نقدي إلى غير ذلك. أما فيما يخص السنة الأولى جذع مشترك فهي مقسمة إلى سداسيين. السداسي الأول يدرس فيه في الغالب 10 مقاييس تتغير حسب المؤسسة الجامعية. في جامعة قسنطينة على سبيل المثال كاين رياضيات يتم فيها دراسة الدوال النهايات المتتاليات إلى آخره، يشبه لحد كبير برنامج البكالوريا علمي. ثانيا إحصاء، نفس برنامج الإحصاء الذي تم دراسته في الثانوية، بالإضافة إلى بعض التعمق في مواضيع كمقاييس التشتت ونزع المركزية. ثالثا المحاسبة العامة، وهي نفسها التي يتم دراستها في الثانوية، تخصص تسيير اقتصاد، يعني إذا كنت تدرس علوم ما تقلقش راح تعاودوا المحاسبة العامة أزر، يعني يعاودوا يبداوها من جديد كلي كامل ما قريتوهاش. وأغلب النقاط اللي يديو نقاط مليحة فيها هما طلبة العلوم والرياضيات. الاقتصاد الجزئي، وهي دراسة لمركبات الاقتصاد الجزئي كالعرض والطلب والسوق، وهي كذلك مادة متفوقين فيها العلميين بدرجة كبيرة. تاريخ الوقائع الاقتصادية، تتبع لتاريخ تتبع لتاريخ الاقتصاد منذ العصور القديمة حتى العصور الحديثة. مدخل الاقتصاد، يتم دراسة تعريف الاقتصاد، التنمية الاقتصادية، النقود، البطالة ومواضيع متنوعة أخرى في الاقتصاد. علم الاجتماع، وهو مقياس يختص بعلم الاجتماع، تعريفه، ميادينه، رواده، مدارسه، علاقاته بالعلوم الأخرى، إضافة لمواضيع أخرى تربطه بالاقتصاد. اللغة الفرنسية ولا الإنجليزية، حسب المؤسسة في قسنطينة كاين اللغة الفرنسية، وهي إعادة لمفاهيم وقواعد نحوية سابقة، يعني حوايج ساهلين تاع الليسي وتاع المتوسط. وأخيرا مش أخيرا قبل الأخير، منهجية البحث، وهو مقياس يهتم بمنهجية إعداد البحوث العلمية، وهو يهيئ الطالب لإنجاز البحوث والمذكرات إلى غير ذلك. وهو في جامعة قسنطينة 2 يدرس على عن بعد وليس في الجامعة، يعني عبر الموقع e-learning. وأخيرا مدخل القانون، وهو مقياس يهتم بالقانون بصفة عامة وبالقواعد القانونية. هذا كل ما كان في هذا الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. إذا حبيتوا